فضيلة الشيخ، بالنسبة لحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، إذا لم يتمكن من قراءة الفاتحة لأن الإمام يشرع على طول في قراءة السورة التي بعدها. قراءة الفاتحة ركن في حق الإمام والمنفرد، أما المأموم فإنه يستمع إلى قراءة إمامه، وإذا كان يجهر بها تكفي. قال صلى الله عليه وسلم: من كان له إمام فقراءته له قراءة. قال تعالى: وإذا قرئ القرآن استمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. نعم.